طيب ملف مدحت شلبي ماذا بعد الإيقاف؟ غضب كبير جدا من جماهير الأهلي على إيقاف مدحت شلبي لأسبوع، اعتبروه مصيف. وأنا كلمتك قلت لك بحكم علاقاتك، عايزين نعرف من الإخوة بحكم علاقاتك كمتابع لهذا الملف كويس جدا، ملف الفضائيات، نهاية الموسم تعني الدوري ولا كأس مصر؟ وماذا بعد هذا الإيقاف؟ وهل كان مص لغضب الأهلوية؟ بعد اتصال الخطيب وده يمكن انت هتنفرد بيه دلوقتي، ان الكابتن محمود الخطيب كان يعد لبيان ناري ولكن كلم المسؤولين في اون تايم ووعدوه ان لن يوافق احد على اهانة جماهير الاهلي، وخرجت العقوبة سريعا ومبكرا رغم الأجازة، ولكن الأهلوية ما زالوا غير مكتفين بهذه العقوبة، وده حاطط مجلس الإدارة في إحراج، ولكن بتقول لي إن لديك جديد، اتفضل. طيب عايز أقول حاجة يا أستاذ عبد الناصر، إنه أولا إيقاف مدحت شلبي لمدة 15 يوم. وإبراهيم عبد الجواد هو اللي هيقدم البرنامج بدلا من مدحت شلبي. تمام. والفريق الإعداد الخاص بكابتن مدحت شلبي هيكون هو اللي بيعد البرنامج لإبراهيم عبد الجواد. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، عقوبة إيقاف مدحت شلبي مش عايز جمهور الأهلي ياخدها إن هي عقوبة بسيطة أو لمدة أسبوعين فبالتالي إن هي عقوبة سهلة، لا، دي حاجة كبيرة جدا لما يتم يعني بيان بإيقاف مدحت شلبي ويتم إعلانه، دي حاجة كبيرة جدا، وإنه أون كانت حريصة على يعني تهدئة جمهور النادي الأهلي بشكل كبير، خصوصا انه في المقابل كابتن شوبير تعرض للإيقاف اكثر من مرة في اون ولم يتم اعلان إيقافه ولم يعرف احد بإيقافه. المرة دي مع مدحت شلبي تم اعلان إيقافه ببيان رسمي، وده اللي زعل مدحت شلبي، انتوا عملتوا ده مع شوبير وقفتوه وما اعلنتوش، اشمعنى اعلنتوا مع مدحت شلبي؟ فبالتالي انا مفيش رغبه في وجودي. واللي عرفناه انه مدحت شلبي مش عايز يكمل في اون لانه شايف مش واخد راحته، مش قادر يعمل شغله اللي هو معتاد عليه. في المقابل اعلام المصريين ترى انه مدحت شلبي فشل في اون تايم سبورت منذ عودته، حتى الان مش ما حدش سمع عنه، ما عملش اي حاجه تقيله، مرتين فقط يعني الناس جابت سيره مدحت شلبي او الجمهور تفاعل مع مدحت شلبي، مره دخل في خناقه مع كهربا وكان يعني الجمله الشهيره هنفتح لك الدفاتر القديمه وبتاع، والمره الثانيه كانت في موضوع الهجوم على جماهير النادي الاهلي وتم ايقافه. فبالتالي انه خلاص اعلام المصريين شايف انه مدحت شلبي يعني مش مفيد بالنسبه ليهم، كمان الاعلانات قلت بشكل كبير جدا في برنامجه، فبالتالي هم ليسوا في حاجه الى مدحت شلبي، وقد يمتد الايقاف من 15 يوم الى فسخ التعاقد مع مدحت شلبي وتوجيه الشكر ليه في اون تايم سبورت. وعايز اقول لحضرتك انه بعد قرار الايقاف مدحت شلبي الساحل وقفل تليفوناته ورفض يعني التواصل مع اي حد، وكان مستاء جدا من قرار اعلان العقوبه. فعايز اوصل لحضرتك انه ده لا مش شيء سهل انه يتم اعلان ايقاف مدحت شلبي، شيء صعب جدا، والامور تطورت بين الطرفين، وقد لا يتواجد مدحت شلبي مره اخرى في اون تايم سبورت. ده كلام خطير جدا، يعني ابراهيم عبد الجواد ده اولا يمكن اول مره حد يقول الكلام ده، ابراهيم عبد الجواد سيقدم البرنامج، واعتقد ان لو هناك نيه لان يعود كما كان مدحت شلبي ما يعني كان ممكن يتم ايقاف البرنامج او كده، ولكن يبدو ان الامور رايحه في سكه تانيه. طيب عندنا برضه ملف مهم جدا، عوده كريم حسن شحاته للشاشه، التفاصيل. بالظبط، كريم حسن شحاته هيعود ببرنامج يوم لمده 5 ايام على شاشه قناه الحياه. البرنامج يعني هينطلق اول حلقه يوم 28 اغسطس الجاري، وانه كريم يعني تم تنسيق كل شيء ويعني يعمل حاليا على تجهيز يعني بعض الضيوف القويه للظهور معه في اولى حلقاته بقناه الحياه في برنامجه الرياضي. وعايز اقول لحضرتك انه برنامج كريم كمان لن يكون البرنامج الوحيد اللي سيتم يعني بس خلال الفتره القادمه في القنوات، انه في اتجاه انه يبقى في كل القنوات في برامج رياضيه بدات بالحياه، ثم هناك دي ام سي تدرس حاليا
عدد من الشخصيات الرياضيه الموجوده على الساحه انه يؤدي برنامج رياضي، وغيره من القنوات المحور ايضا تدرس عدد من المرشحين لتقديم برامج رياضيه. وعايز اقول لحضرتك انه المحور كان عمل عقد مع كريم حسن شحاته لتقديم برنامج رياضي، وتم فسخ العقد وثم يعني مضى عقد جديد مع قناه الحياه. فبالتالي انه الاتجاه الفتره القادمه ان كل القنوات يبقى عندها برامج رياضيه، كمان يتم دراسه انه الموسم الجديد انه يتم اذاعه الدوري العام في عدد من القنوات وليس احتكاره في قناه اون تايم سبورت فقط لا غير، خصوصا انه الناس شايفه انه الاحتكار في اون تايم يعني بيسبب غضب لدى الجماهير، سواء من جوده الماتشات او التصوير او حتى المعلقين واختيارات المعلقين او الاستديوهات التحليليه. فبالتالي ان هناك اتجاه انه الدوري الجديد يبقى يعني سيتم اذاعته على قناتين او ثلاث قنوات او اربع قنوات في الموسم الجديد. يعني انت بتتكلم يا محمد ان لن يكون هناك احتكار للدوري كما انفرجنا منذ شهور ان ثلاث قنوات او قناتين سيذيع الدوري مع اون تايم. بالضبط. طيب جاءنا الان تصريحات لاحمد مجاهد مع ابراهيم فايق. اللي بيقول ان هذا الدوري موجه يبقى معطوه. طيب فبما تفسر اذن هذه العقوبات الشرسه الغير منطقيه اللي جاءت على كشري فرفض التعليق؟ عايز اسالك بقى في رده، يعني هل ينفع حد قائم على الاتحاد يرد يقول لك غير موجه الا لو على راسه بقها؟ يعني انا كنت اربع بيه الا يرد على هذا الكلام لانه كلام جماهير، فما ينفعش ترد عليها. وكمان رايك في عقوبه كشري قبل ما اقفل معاك يا محمد؟ طبعا عقوبه ظالمه. انا بس عايز اسال سؤال، ايه الفرق بين باتريس كالفيرون مدير الفني للزمالك تم اصدار العقوبه دي 8 ماتشات وبعدين تم تخفيفها الى ماتشين وبتاع، ايه الفرق بين اللي عمله كشري رغم ان خرج في كل البرامج الرياضيه ونفى تماما توجيه اي اساءه دي حكم المباراه او المراقب، واللي عمله كارترون لما تيجي تحسب بالميزان لو احنا قلنا انه الدوري مش موجه وانه مفيش عقوبات ظالمه ضد المدربين او الى اخره، ايه الفرق بين اللي عمله كارترون وكل الناس شافته وانفعاله على حكم المباراه في اثناء المباراه، واللي عمله احمد كشري والعقوبه دي كانت ايه؟ ماتشين، والعقوبه دي كانت ايه؟ 8 ماتشات و100 الف جنيه غرامه، ثم ان حتى العقوبه سريعه جدا ما تمش الانتظار، يعني كان بيتم الانتظار الى انتهاء الاسبوع بالكامل ثم يتم اصدار قرارات. ده يعني فورا حصل الماتش ثاني يوم الصبح كانوا خدوا القرار بايقاف احمد كشري 8 ماتشات وغرامه 100 الف جنيه، فطبعا ده و50 الف جنيه يعني فج ضد احمد كشري و50 الف جنيه، خصوصا ان الراجل اقسم ان هو لم يتجاوز في حق حكم المباراه. طالما بتتكلم عن لا مفيش توجيه وجماهير وبتاع، قول الفرق بين عقوبه كارترون وبين عقوبه احمد كشري، موضوع سهل وبسيط يعني. طيب تفسر بايه؟ يمكن اغضبني جدا بس انا مش عارف غضبي في محله ولا انا غلطان، تفسر بايه كلام الكابتن شوبير احمد كشري يستحق الايقاف والعقوبه الموقعه عليه هي اقصى عقوبه ممكنه، وعلى كشري الخروج باعتذار عن الالفاظ التي صدر منه بدلا من الاعتراض على العقوبه؟ هل شوبير اتكلم مع احمد العدوي ولا شوبير اطلع على التقرير، ولا شوبير بعد ما احمد مجاهد اصطلح معاه اصبح بيديله كل الاسرار لانه بيترعب من شوبير وبيخاف انه يقلب عليه زي الاول؟ بما تفسر كلام شوبير؟ اختار الاختيار الاجابه رقم 3 اللي هو مرعوب من شوبير وبيقول له كل حاجه. مرعوب من اختار اجابتك اللي انت جاوبتها رقم اللي هو ايه؟ الصلح خير. طيب بس هل بهذا التصريح الكابتن شوبير ظلم كشري ولا فعلا كشري سب الحكم يا محمد؟ لانك انت يعني عارفه. لا يعني ما اعلمه من معلومات في اتحاد الكره انه الحكم كتب في تقريره انه تم سبه من قبل احمد كشري، ولكن كشري نفى هذا الكلام تماما، وتم تنفيذ اقصى عقوبه اللي هي 8 ماتشات ايقاف 8 ماتشات اللي هي السلوك غير الرياضي والقصه دي والغرامه 100 الف جنيه،
ولكن هناك تخفيض تخفيف وتخفيض للعقوبه، ده ما تمش مع كشري، خصوصا ان حصل قبل كده نفس القصه، حصل مع محمود وادي مهاجم بيراميدز وكان سب الحكم وتم ايقافه تم الماتشات وبعدين تم تخفيف العقوبه. ولكن بس يا محمد في هذا الشأن يعني، ولكن احنا بنتكلم في تخفيف العقوبة. ليه تم مباشرة ثاني يوم إصدار عقوبة بهذه القوة والشراسة ضد أحمد كشري، وليه لم يتم تخفيض العقوبة إنه تبقى 4 ماتشات مش 8 ماتشات كما تم في السابق مع مدربين آخرين يعني؟ بس وادي قال للحكم كذا أمك، واللي طلعت في التلفزيون انا لا اتخيل ان كشري يقول لفظ زي كده. يعني كشري قال ان احمد العدوي جالي قال له اطردك او اكتب فيك لو ما خليتش الناس تجيب الكور، قال له هو يعني كشري رد عليه بتهكم، هو انا بشغل العيال بتاعت الكور يا كابتن؟ عيب عليك يا كابتن، انا مدير فني مش شغال هنا اخلي اجر ناس تجيب كور. هذا اللي ده الخلاف اللي كان وبشهود عيانك. لا ده لم يتم ذكره في تقرير الحكم اللي تم تدوينه في التقرير، انه احمد كشري وجه سباب للحكم العدوي، فبالتالي على غرار ذلك تم يعني اتخاذ العقوبه القويه ضده بايقافه 8 ماتشات وتغريمه 100,000 جنيه. ولكن كلام اللي حضرتك قلته ده او اللي اعلنه كابتن كشري لم يتم ذكره في تقرير الحكم المباراه. شكرا جزيلا يا استاذ محمد.